ادخل جندوز، ادخل. أمي، أهلا بعودتك. أهلا بك يا ابنتي. الحمد لله. جندوز. جدتي. يا روح جدتك. مبارك نصركم سيدي. حليمة، نصرتنا دعواتكم لنا، فليرضى الله عنكم. ليكن نصركم مبارك سيدي. بطلي، سلمت أيها البطل. عندما تكبر وتصبح فارسا شجاعا، سنذهب إلى المعركة مع أخيك سافجي. إن شاء الله. ما هي الأحوال سيد أرتوك؟ كل شيء بخير، الأعمال قائمة، والأهالي بخير كما تركتهم سيدي. قلقنا الوحيد كان عليكم، وأنتم عدتم إلينا سالمين ومنتصرين والحمد لله. لم يعد لدينا الآن لا قلق ولا خوف. شكرا سيد أرتوك. السلطان أمر أن تذهب إلى كارجيسار كرسول. فليحيا مولانا السلطان، أمره شرف بالنسبة لي. عندما تصل إليهم قل لقائدهم إن سلطاننا المقتدر علاء الدين كيكوبات خان ينصحكم أن تستسلموا، وإلا لن نترك في القلعة حجرا على حجر، ولن نترك فيها رأسا فوق عنق. لا تقلقوا أبدا سيدي، سأخرج إليهم على الفور. سيدي، لدي خبر لكم سيسعدكم جدا. ما الخبر حليمة؟ ولد لك ابن أخ كالأسود سيدي. بانو شيشة. اللهم لك الحمد والشكر. كيف هي أحوالها يا ابنتي؟ كيف هي؟ بخير والحمد لله. ولدت طفلا ذكرا وجهه كالقمر بطلقة واحدة. ما شاء الله. مبارك لها، مبارك. سلمت. آه يا ابنتي، يا صغيرتي الجريحة. فليدم الله على قبيلتنا هذا الأمان يا أخي. آمين أخي. ليرضى الله عن إسحاق وعن السيد أرتوك. الحمد لله، جعلوا جراحك تندمل. أتعلمين؟ السيد أرتوك والأخ إسحاق داووا لي الكثير من الجراح، وكنت أنا أدهن بنفسي المرهم فوق جراحي، أو إخوتي يقومون بدهنها لي، والآن تدهنينها أنت. ما دامت يداك قد لمستني فإن جرحي سيندمل بسرعة وتزول آلامه. أعلم أن جراحك هذه ستندمل، لكني لا أطيق رؤيتك جريحا هكذا بأمسي. الحرب انتهت الآن، قتل الظالم فاسيليوس، كوني مرتاحة حبيبتي. الحمد لله، سيرقد أبي بأمان بعد الآن. عندي لك خبر سار بأمسي. خبر ماذا؟ أخبريني، هيا أخبريني حفصة. بامسي، لقد رزقت بولد. ماذا تقولين حفصة؟ أسأكون أبا؟ ليس أبا، لكن عما بامسي.
ماذا؟ الله، أتقصدين أن بانوشي شيخ ولدت؟ الله الله، لقد أصبحت عما، لقد أصبحت عما، لقد أصبحت عما. أخبريني كيف هي صحته، كيف هو شكله، هل يشبه أباه؟ أخبريني، هيا أخبريني، أذكر أم أنثى؟ هو ذكر بامسي. الله، أتانا فارس، فارس كأبي، ما شاء الله ما شاء الله. سيدة حفصة، سأذهب لأخبر إخوتي، سأزف لهم هذا الخبر. لا تمسكيني، سأذهب، لا تمسكيني، سوف أذهب. يا الله توقف بامسي، أنت لم تغير ملابسك بعد،